بسم الله الرحمن الرحيم. لا موتي هذه. شوف 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 وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي إيران. الله هي الله يلعنكم يلعن يلعن إيران معك. شوف شوف طيب يا أذنب إيران. طهران وزارة الثقافة. لاحظ الطلاسم، لاحظ الطلاسم هنا. وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران طهران. لاحظ الطلاسم هنا، هذه طلاسمهم طبعا بدفاترهم الخاصة. كلام غير مفهوم طبعا، وأغلب الكتيبات هنا عن طريق إيران لعنة الله عليهم. أذناب المجوس هذا كان مطار حق مويه. هذا بالطريق المعام تلفزيون صح؟ اخذ الطاقة اخذ الطاقة. لاحظ معي هنا محياي ومواتي لله. القاها السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ 26/7/2002 اليوم صاعدة يعني من 2002 لعنة الله عليكم. هذا اللي يقول عنها مفتاح الجنة ومفتاح الجنة. الله ايه. ووعده ووعيده معي حسين بدر الدين ايضا. هذه كلها لازم توثق سلم ان شاء الله الجهات المختصة. ايضا الله وجهك يا ابو مقعد وجهك، احنا ما سوينا شيء هذا اقل. هذه صحبة